في ناس بتحب السفر بالطيارات وده مش غريب، حاجة عادية يعني، لكن انه حد يقرر يقضي اجازته جوه طيارة فده بجد غريب، لان ده اللي راهن عليه شاب غني شوية اسمه فيليكس ديمن. الشاب ده اصوله روسية، عنده سلسلة فنادق مشهورة في اندونيسيا، طلع كده في دماغه انه يشتري طيارة، المفروض انها طيارة خاصة لنفسه، بس بعد كده فكر انه يستغل الطيارة بس بطريقة مختلفة تماما. فيليكس اشترى طيارة بوينج 737، هي بقى لها سنتين خارج الخدمة، وحولها لفيلا فخمة جدا في موقع رائع وموقع جميل جدا على البحر في جزيرة بالي الأندونيسية. طبعا الجزيرة دي وجهة سياحية مهمة جدا. الفيلا فيها أوضتين وحمام سباحة وإيجارها $7,000 في الليلة. $7,000 في الليلة، هو ده يعني كان تفكير هذا المستثمر. يعني فيليكس بدل ما يجيب طيارة خاصة عشان ياخد سيلفي جواها مع المضيفات ويستعرض بيها قدام الناس، قرر يعمل مشروع فيلا فندقية ملهاش مثيل في العالم كله، هتجيب له دخل زيادة على الدخل الكبير أصلا بتاعه. طبعا عشان فيليكس يحول طيارة لفيلا كان محتاج فريق من المتخصصين اللي قعدوا يخططوا، واعتقد يمكن اكتر من شهرين عشان ينفذوا هذا المشروع، واضطروا يفكوا 50,000 مسمار من جسم الطيارة عشان تتحول لفيلا، وفيلا راقية جدا رغم انه الطيارة هي يعني مش هتطير يعني، ولا هتطير ولا فيها طيار، لكن هم اهتموا جدا بعوامل السلامة في هذه الفيلا، لأن موقعها موجود على ارتفاع 150 متر من البحر، فلازم تكون ثابتة كويس جدا في مكانها. فيليكس بعد ما جرب الفيلا بنفسه قرر بقى يفتح باب الحجز للإقامة فيها من شهر إبريل الجاي، فاللي حابب بقى يخطف رجله لأندونيسيا يقدر يجرب إنه ياخد له طيارة ويعيش في هذه الفيلا البوينج اللي ب $7,000 في الليلة الواحدة. طبعا يعني اعتقد دلوقتي بقى شيء صعب جدا الواحد يعمل كده، وخصوصا اصلا ان احنا عندنا في مصر وجهات سياحيه جميله جدا احلى بكتير يمكن من جزيره بالي الاندونيسيه. واعتقد الفكره دي اتعملت عندنا هنا زمان في مصر قريب من المطار، وانا رايحه المطار كنت بشوف طياره كده معموله كافيه، فيعني احنا سبقناك يا فيليكس برضو، احنا جامدين برضو هنا في مصر.